طبقات الناس باتجاه المعقول والمنقول، وهي مسألة مهمة جدا جدا وعليها اختلاف الناس. الآن حجة الإسلام الغزالي، وهذه مسألة يعني غاية في الأهمية، قلنا الفلاسفة عندهم العقل هو حاكم مطلق ولا يلتفتون إلى سواه. أهل السنة والمعتزلة درجات المسألة. الغزالي أحسن من تكلم في هذا الموضوع هو حجة الإسلام الغزالي، فذكر الفريق الأول. قال الفريق الأول قدموا العقل مطلقا ولم يبالوا بالنقل أساسا. قال إذا وافق الشرع العقل خلاص لا مانع، لأن الشرع وافق العقل، وإذا خالفه لا نلتفت إلى الشرع أبدا. فهؤلاء هم الفلاسفة. الآن يراد تلطيف كلمة فلسفة. كلمة فلاسفة في كتب أهل الإسلام المراد بها أولئك الذين قدموا عقولهم على شرع الله سبحانه وتعالى، وزعموا أنهم يستطيعون الوصول إلى السعادة المطلقة وإلى الكمال المطلق بمعزل عن الوحي. الوحي لا يلتفتون إليه أساسا. الفريق الثاني قدموا النقل مطلقا ولم يبالوا بالمعقولات. سمعتم بهذا الصنف؟ موجود وهو كثير الآن، وهو الأكثر على الساحة الإعلامية، أكثر المواقع الإسلامية في النت من هذا الصنف، أكثر الفضائيات التي تتحدث عن الإسلام من هذا الصنف، أكثر المراكز الإسلامية في العالم من هذا الصنف. لماذا؟ سميته في يوم من الأيام فقه الريال وعقيدته. هناك المال يروج لأفكار معينة. الحريري في المقامات يقول عن الدينار، يقول لولا التقى لقلت جلت قدرته. الدينار يغير العقول، وخليفته الدولار أو الريال كذا أيضا يفعل الشيء نفسه. ينظرون إلى العقل على أنه عيب، ولذلك يحرمون علم المنطق، يقولون من تمنطق فقد تزندق، يحرمونه. لذلك انتشر فيهم الإلحاد. الآن هناك مراكز تدعو إلى الإلحاد، لأن العلماء الذين اختصوا بالمعقولات هم متكلمون، ومن آلياتهم علم المنطق، فأي شيء له علاقة بالعقل رفضوه. حتى رأيت واحدة منهم، وقد كتبت في كتابي معايير القبول شيئا من ذلك، حيثما رأى العقل يقول هذه كأنه سبة. هذا الصنف كانوا يسمون بالحشوية أو حشوية، حتى ما يخطئنا، حشوية أو حشوية، فيها روايتان. قالوا حشوية لأنهم خاضوا في حشو الكلام، الكلام الذي لا يجوز أن يخوضوا فيه، تكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى، وتكلموا بأشياء تضحك منها الثكلى. قال سألوني ما شئتم عن ربكم وعفوني عن الفرج واللحية. قال لم تثبت هذه، الفرج واللحية لم تثبت. طيب باقي الأشياء من أين أتيت بالعينين؟ لم تأتي في حديث واحد صحيح، ما في حديث فيه يقول الله له عينان وأنتم تقررونها. من أين أتيت بها؟ ألا تتبعوا الشرع الشريف؟ تعلمون من أين أتى بها؟ تعلمون؟ ها؟ بالقياس. بالقياس، إن الله خلق آدم على صورته هكذا، قال سبحانه وتعالى، جعل خلق الإنسان. أو بحديث الدجال حتى ما تزعل، قال إن ربكم ليس بأعور. ربكم ليس بأعور، يعني الدجال فيه نقص واضح، فيه فساد واضح، ها؟ فلا يمكن أن يكون إلها. إله وعينه طافية، يعني هو أساساً ناقص الخلقة، مخلوق ناقص، فكيف يكون إلهاً؟ إذن هذا الصنف هو الذي قدم النقل مطلقاً ولا يبالي بالمعقول، جاء أو ذهب. الفريق الثالث
يقول اهتموا بالعقل جدا، وعنايتهم بالنقل ضعيفة. انتبهوا، هؤلاء لم ينكروا النقل، اعتنى بالمعقول والمنقول، لكن بضاعته في المعقولات واسعة جدا جدا. وهذا الشأن المعتزلة. المعتزلة توسعوا في علم العقل وآمن بالنقل، لكن بضاعته ضعيفة، وهذا موجود إلى يومنا هذا في الكتب التي وصلت إلينا. اقرأ للزمخشري تجد وهو في المعقولات شيء كبير، يذكر أحاديث موضوعة، يعني أشياء من هذا القبيل غريبة جدا جدا. وغيره معظمهم هكذا، معظم المعتزلة، يعني لا يحضرني الآن محدث واحد من المعتزلة من الطراز الأول. أنا لا يحضرني، إذا كان يحضركم ذكروني بمحدث من الطراز الأول، يعني مثل أئمة الحديث الكبار وهو معتزلي. غالب عنايتهم بإيش؟ بالمعقولات. لكن هؤلاء مسلمون، لأنه لا يخرج عن النقل. قد يخطئ في فهم مسألة، لكن قطع الثبوت، قطع الدلالة لا يقترب منه. الفريق الرابع اهتموا بالنقل جدا، وعنايتهم بالعقل ضعيفة، ليست معدومة مثل هؤلاء. هؤلاء معدومة تماما، لكن هذا عنايته ضعيفة. مثل ماذا؟ مثل كثير من المحدثين، يعني تجد ابن خزيمة مثلا إمام كبير جدا جدا في الفقه، شافعي كبير وإمام كبير في الحديث، ولكن حينما كتب في التوحيد أتى بأشياء. يقول الفخر الرازي رحمه الله، الغزالي كان لطيفا معه، ذكره أشار إليه إشارة، قال: وقد أساء من جمع هذه النصوص، النصوص المتشابهة، النصوص المتشابهة في سياقها لها معنى، لكن حينما تجمعها في مكان واحد صرت كأنك تفصل إنسانا. تقول اليد، اليد في سياقها لها معنى، لكن حط ضع يد مع رجل مع عين، سيكون إنسان، سيكون مخلوقا لا محالة، سيكون جسم لا محالة. فراح ابن خزيمة رحمه الله جمع هذه الأخبار جميعا ووضعها في كتاب سماه التوحيد. حجة الإسلام الغزالي أشار إليه بلطف، قال: وقد أساء من جمع هذه النصوص في كتاب واحد سماه التوحيد. أما الفخر الرازي رحمه الله، لأنه كان يعني مكويا من المجسمة، كان يعيش في وسط الكرامية والحشوية وكذا، الرازي قال: وكتابه هذا كتاب الشرك، ليس كتاب التوحيد. أي توحيد هذا؟ من جمعك لجميع المتشابهات في مكان واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قالها في 23 سنة، وفي مناسبات شتى، وفي وقائع شتى، ومع كل نص ما يفسره من سياقه وسباقه ولحاقه. فإذا ما أتيت به أنت الآن وجمعته في مكان واحد، ستجبر القارئ على التجسيم لا محالة. وما عليك إلا أن تقرأ أي كتاب من كتب الوهابية، اقرأ أي كتاب من كتب الوهابية، اقرأ الفهرس بس فقط، انظر الفهرس، كأنه يفصل إنسانا، يتحدث عن عين وعن رجل وعن، حتى بعضهم قال الحقوا. والله ما حصل معي مرة أحد هؤلاء المغفلين، كنت خارجا من الجامع الأزهر الشريف، فيعني قال لي طبيب، هو قال لي: يا شيخ، أنت تؤمن هكذا؟ وعلم أنني درست في الجامعة الإسلامية، فقال: هذا إذا معته وهابي 100%. فسارني بهذا، قال لي: يا شيخ عبد القادر، أنت تؤمن بحديث الأضراس؟ قلت: أي أضراس؟ أي أضراس؟ أي أضراس؟ إثبات الأضراس لله تعالى. قلت له: أي وأنت تؤمن بها؟ قال: نعم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. عبارة، ولعلنا نخصص لها درسا أو محاضرة كاملة عن قضية إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن قضية مهمة جدا، ويلعب بها الصبيان الآن كما يحلو لهم. أدراس الله تعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كنت أسألهم: ألا ترون أن القرآن خلا تماما من هذه القضايا؟
هذه القضايا أخبار ضعيفة، أخبار موضوعة، أخبار تالفة، تصحيح لبعض الناس، ترقيع لآخرين. القرآن خلق، انظر إلى عقيدة القرآن، ليس فيها شيء من هذا القبيل. فبعض المحدثين اهتم كثيرا بماذا؟ بالنقل، وحرره وهو إمام في هذا، فنتبعه في هذا الموضوع، لكن عنايته بالعقل ضعيفة، لذلك وقع في هذه الأشياء. نعم. إذن الفريق الخامس وهو الأخير، ماذا تتوقعون؟ القسم العقلي الآن، الفريق الخامس، اهتموا بالنقل جدا، واهتموا بالعقل أيضا، ولكنهم جعلوا كل واحد منهما في بابه، فقسموا الأشياء إلى قسمين. وهذا معروف في علم المناظرة، إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. قالوا القضايا إما نقل فلا بد أن يكون صحيحا، فدرسوا المنقولات، ودرسوا قواعد هذه المنقولات، ودرسوا علم الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل، كما تجد عند الإمام النووي رحمه الله مثلا، كما تجد عند ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كما تجد عند العيني، البدر العيني رحمه الله، كما تجد عند فحول علماء، الإمام النسفي مثلا، الإمام السبكي، العز بن عبد السلام، ابن دقيق العيد، علماء الأمة العظام. درس النقل، إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا النقل أحتاج إلى صحته، كيف أبحث عن صحته؟ بعلم الرجال وعلم المصطلح وقواعد المحدثين. أو مدعيا فالدليل، إذا دعوة تحتاج إلى دليل، حسب الدعوة، دعوة عقلية تحتاج إلى برهنة عقلية، دعوة قضائية تحتاج إلى إثبات قضائي، وهكذا. فإذا هذا هو الفريق الذي استقر عليه، الذي صار اسم أهل السنة والجماعة.